ايش اسمك؟ فداء. قديش عمرك فداء؟ ثلاث سنين. لي 25/2/2002 الساعة 12 بالليل شعرت بألم المخاض. نبهت زوجي حكيت له انه شكلي بدي اولد. قال لي اصبر شوي، الليلة الماضية انتخت واحدة على الحاجز وهلا بلشت الليل انطخ. سمحوا لنا الجنود نمر نوقف عندهم حتى انه نفتش السيارة. فتش السيارة تفتيش دقيق، يعني كل السيارة فتشوني انا وطلبوا من جوزي اني اشلح العضايق وفرجيهم بطني انه هذا حمل. احنا متوجهين للمستشفى مش انه رايحين نعمل احنا العمليات او في معانا شيء لنقله. بعد ما تأكدوا من هالموضوع طبعا مرقونا. بعد ما مرقنا ما صدق، مش يعني انا لسه عم بحكي لزوجي بحكي له محمد لسه ما صدق، يعني ما فيش مجال اني خلصت الكلمه الا تخسر علينا زي زخ المطر. قد حسيت بوخز بظهري، طلبت صرت انا اصيح اقول محمد. بعديها انا شفت رقبته كلياتها داخل رصاصه من جهه وخارج من جهه ثانيه، ولقيتها بفتح تمه وميل كتفه راسه على كتفه اليمين وفتح تمه وارتحم. صار يقولوا لي اشلح ملابسك اشلح ملابسك، بدنا نطخك بنقتلك اشلحي اشلحي. حكوا لك بنقتلك؟ اه بنقتلك، هم بضخوا علي قاعدين، يعني اشي مرعب. فكرت انك تقتلي؟ اه اكيد. حطوني على حمالة سائلة ودخلوني داخل ناقلة الجرم. انتو مين؟ انا وحماي. طبعا حماي كان برضه عريان زي هو مغمى عليه وانا مش مغمى عليه. بعدين مشت فينا ناقلة الجرم حتى انها وصلتنا ل المخصوم اللي فتشونا اول شيء من حاجز حوارة. هناك حطوني على الارض، صرت انادى عليهم غطوني غطوني، بدي برد بدي اولاد بيجيني وجع البلاد ما فيش وجع. بعد هيك اجت الهلال الاحمر. مين طلب الهلال؟ هن كلمة الله اعلم ما بعرف يعني. المهم شفت الهلال الاحمر، اجوا الدكاترة شرحوا ملايينهم لبسوني اياهم. عم بجروا فيه وصلنا المستشفى. اول ما خرجت طلعت بالاسعاف قلت للدكتور قديش الساعة؟ حكى لي الساعة 4 الصبح. انت بدك تجيبي لنا بيبي، صار يعني غير بالموضوع. حاول يخفف عنه. اه. بقول له بس انت احكي لي محمد مات ولا يعني عايش؟ بقول لي خلص انت اهلي بس نجيب البيبي وشوفه وما اعرف شيء، يعني صار يغير بالموضوع ويخفف عني اللي انا كنت متعرضه له. ولدت بالاسانسير هن عم بجربوا فيه هي بالحمام. يعني قبل جبتي طفله؟ اه. يعني هي بتسالني بقى. قال الثاني بابا شو بيجي بي؟ انا بقول لها بابا بيجي بالليل فراشه بحط لك حسنات بحط لك اواعي بحط لك ايش بدك بحط لك.